خلونا نحتفل النهارده ونركز اكتر على نجاح، نجاح صعب ونجاح خليني اقول انه استثنائي، لانه حصل في ظروف غريبه جدا وصعبه جدا بعد موسم يمكن يكون الاطول على مدار تاريخ بطوله الدوري. معانا واحد من ابطال ونجوم النادي الاهلي الصاعد الواعد كابتن محمد فخري. اهلا بيك يا محمد والف مبروك. طبعا الله يبارك فيك استاذ احمد، وانا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك ندي تاني مره، وان شاء الله ما تكونش اخر مره باذن الله. ان شاء الله باذن الله، والحمد لله الحمد لله. يعني بعد اول لقاء وشنا كان حلو عليكم، وان شاء الله باذن الله بعد اللقاء ده كمان وشنا يكون حلو على النادي الاهلي ان شاء الله، ونحقق يا رب باذن الله. وطبعا ببارك لجماهير النادي الاهلي على بطوله الدوري، وباذن الله يعني كلنا مستنيين البطوله، اكبر بطوله افريقيا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تاني دوري يا محمد؟ انا خدت اول دوري مع سنه 2018 2019، كنت انا لسه اول ما جيت، بس كنت لسه في السكور في اول ماتش، كان اخر ماتش ليا في الدوري كان ماتش المصري، وده الدوري اللي انا شاركت فيه فعليا. ايوه مع مستر فايلر، وبعدين دلوقتي شاركت اول ماتش يعني بداته من اول 90 دقيقه مع مستر موسيماني. ايه الفرق بين البطولتين من وجهه نظرك؟ يعني غير بالتاكيد المشاركه شيء مهم جدا، انا عارف ان البطوله لما تتحسب لك وانت ما لعبتش بيبقى فرحه وبيبقى احساس اول مره، غير لما تشارك برضه. دي كانت اول سنه اللي هي 2018، دي كنت انا لسه جاي النادي الاهلي، فكان البطوله بالنسبه لي كانت حاجه كويسه جدا، بالذات ان انا كنت شاركت مع فريق 99 وخدنا بطوله، وشاركت مع الدرجه الاولى ان انا كنت موجود في السكور. انما بطوله السنه دي كانت بطوله صعبه شويه، علشان في توقف بتاع كورونا، وكان في فتره صعبه رجعنا بعد الكورونا، كان في فتره الاعداد، وطبعا كل الفرق ما كانتش في نفس المستوى اللي كانت فيها قبل الكورونا. أيوة. فبالنسبه لنا السنه دي كانت حصل دروب شويه فبالسنه دي كانت البطوله كانت كويسه يعني الحمد لله.